ومن المسائل أن هذه العشرة فيها ليلة مباركة التمسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاعتكاف، كما جاء عند البخاري اعتكف في العشر الأول من شهر رمضان طلبا لليلة القدر، ثم اعتكف في العشر الأوسط، ثم أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، فاعتكف صلوات ربي وسلامه عليه.